يعني في ظل الوضع ده تقف الصناعة المحلية على رجليها أكتر؟ إيه المطلوب منها؟ وبرضو تعليق حضرتك على قصة أنه الدولة زي ما كان بيكلم أستاذ عمر ملهاش الإمكانية الكبيرة في أنها تتدخل في تحديد أسعار السيارات. أمسك آخر نقطة اللي هي الدولة مدى تدخل الدولة في تحديد الأسعار دي. اولا هو عشان سوق مفتوح ما هي سوق كلمه سوق مفتوح دي يعني اتفضل هو السوق مفتوح وحر فعلا وهو ده المطلوب وما نقدرش نغيره لكن في بعض حاجات برضو تمتلكها الدوله في ادوات بتمتلكها الدوله لو قلنا عندنا جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار لو لقى ان في اجراء احتكاري صح او 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 احتكاري او في اجراء بتعمله احدى الشركات او احد القوانين اللي بتطلع او القرارات الوزاريه أدت إلى احتكار شركة كانت في قضية كده لسه قريب بالظبط بالظبط أنا قصدي كده فجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ده أحد أدوات الدولة إن هو يتدخل لحماية المنافسة ومنع الاحتكار مش هو سوق حر وعرض طلب فيساب المسألة يعني الاحتكار معناه إن أنا ممكن أتحكم في السعر برضو أحد الأدوات الأخرى هي الاتحادات والروابط والشعب اللي موجودة في اتحاد الصناعات والغرف التجارية دي كلها الناس لما تقعد تقدر تعمل ميثاق شرف بحيث ان احنا يعني نحد من الاتجاه الى الارباح الزائده او التي تزيد من العبء على المستهلك دي مش الدوله بقى دي الاتحادات والروابط والشعب الشرف. كميثاق شرف لكن قد أصل الدولة النهاردة لو فكرت حضرتك عشان تتدخل في تسعير سيارة كم نوع سيارة وكم موديل وجايين على فترات متباعدة بس برضو أنا أتكلم في ميثاق شرف وكل واحد وضميره برضو ما أقدرش أعتمد على ده وعندنا جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك برضو ممكن يتدخل في بعض الحالات اللي يكون فيها تجاوز يعني صحيح النهاردة أكتر حاجة موجودة اللي هي إيصال الحجز بيكتب فيه أنه هو لا يتم تحديد السعر النهائي إلا ساعة الاستلام هو التاجر ما يقدرش يعمل غير كده في نفس الوقت ده إجحاف على المواطن ده قانون أنا لسه بتكلم ده قانون أنه وقت ما تيجي لا ده إجحاف على المواطن بس هو التاجر مش عارف هيبقى سعرها كام لما توصل السيارة هيدفع متعاقد من 3-5 شهور زي ما أستاذ علي كان بيقول لي يعني هو عارف هتقف على عليه لما يجي يبيعها للمستهلك بكام فيجي يلعبني يقول لي وقت ما تستلم يبقى حاسبك انا ليه لا ده مش ده على فكره اللي بيحدد عشان نبقى برضو هو الاخير خالص اللي بيبيع هو اللي بيعمل كده طيب يعني لكن الوكيل ما بيعملش الكلام ده او المستورد الرئيسي المستورد الرئيسي بيحجز برقم وبتستلم بيه بالرقم الا لو في يعني هو لسه ما دفعش ثمن العرض مش انا قلت لحضرتك في نوعين من الدفع في دفع دلوقتي حالا وفي دفع بيديله تسهيل المورد اما تسهيل المورد ده يعني هو ما بيدفعش ثمن العربيات الا بعد ما توصل مصر طب بس برضو ان الناس تتحرك في هامش ربح ما هو بقول لحضرتك في امل في امل